مواقف غريبة ولا أخلاقية كتنقص وكتطيح بالقيمة ديال الصدر ديالها ديال اللي قام بها هو الشخص هذا اللي كيسب الناس وكيدعو للهدر الدام إلى غير ذلك، ما كيطيح إلا القيمة ديال راسو، ما غتكون عنده أي قيمة عند الناس، لأن ما بيعبرش على علم، ما عبر على مواقف، ما عبر على أفكار، أصبح مختص فقط في تكفير الناس والدعوة للقتل. وهو ما كيعرف شيء بأن غادي يكون أول ضحية ديالي لا تقتلوا الناس اللي كيهضر عليهم، لأنه هذا داعية ديال الفتنة في البلاد. وحنا في المرحلة الحالية اللي كيهمنا هو الاستقرار ديال بلادنا، هذه مسألة أساسية. حنا بانين حوار وطني كفرقاء مختلفين، كل واحد عنده وجهة نظر، كل واحد عنده مرجعية، وكان بنيو بلادنا بالتدريج، وكان اختلفوا، كان تحكوا في النقاش العمومي، ولكن حنا خوت، حنا مغاربة، هاد العينة ديال الناس غريبة عن المغرب، غريبة على ثقافة المغاربة، وكتعيش على هامش الدولة، ما قبلاش الدولة، ما معترفاش أصلا بالدولة الحديثة، والمشروع ديالهم هو تخريب كل شيء، وما عندهم ما يبنيو. ولهذا السبب أنا كان أعتبر أن هاد المواقف هذه مواقف اللي كتهدد، ماشي أنا، راه ما الأفراد والأشخاص ما عندهمش قيمة، وأنا ما كان قبلش أن هذا الموضوع يتشخصن يولي موضوع ديال تكفير ديال فلان. لا، هذا ماشي تكفير ديال شخص، هذا تهديد لمشروع وطني ديال الانتقال السلمي نحو الديمقراطية. ولهذا السبب خاص المغاربة يكونوا متكتلين باش يواجهوا هذا النوع من الخطابات التخريبية، وبالتالي خاص اللي كيدعو للقتل وإهدار الدم هذا مجرم، لابد أن يحاسب. ولهذا السبب خاص يكون قانون، خاص يكون قانون يجرم مثل هذه المواقف، لأنها ما يمكنش تولي طبيعية أبدا. اللي كيعتقد أن التعبير على هذه المواقف شيء طبيعي، هذا إنسان غير عادي. ولهذا السبب من الضروري أننا نحرص في هذه الظرفية الصعبة اللي فيها تهديد إرهابي لبلدنا ولعدد البلدان ديال شمال أفريقيا، باش ندوزو المرحلة ديال الانتقال نحو الديمقراطية بأمان وبشكل سلمي، واللي غادي يستفد هو الجميع، غادي يستفدوا المحافظون، الليبراليون، اليساريون، المتدينون، غير المتدينين، كل شيء المغاربة بكل الملل والنحل ديالهم غادي يستفدوا من الديمقراطية إلى الترسخات. وهذا هو الدرس اللي خصنا نتعلموه.